اهلا بيك وكل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا وسهلا، نعرف من حضرتك النهارده تفاصيل الاجتماع واخر الاستعدادات اللي اطلع عليها الوزير وزاره الشباب والرياضه فيما يتعلق بالماتش المهم مع السنغال. يمكن دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو بيجتمع بشكل مباشر ومستمر مع اتحاد الكوره خصوصا الاستاذ جمال علام، وكان النهارده زي ما شفنا عبر الفيديو كونفرنس كان في اجتماع هام جدا مع كارلس كروش المدير الفني للمنتخب الوطني وجميع اعضاء الجهاز الفني للاطلاع عن قرب عن مدى الاستعداد ومدى الجاهزيه الكامله للجهاز الفني ومنتخب مصر خلال المرحله الحاليه خلال هذا الشهر اللي هيشهد يوم 25 مباراه مصر أمام منتخب السنغال في استاد القاهرة بحضور 60,000 متفرج. بحضور كام متفرج يا فندم؟ نعم، بحضور كام إن شاء الله متفرج؟ إن شاء الله 60,000 متفرج. يا عدد كبير طبعا، ولأول مرة يمكن هنشوف العدد دي في ويمكن دكتور أشرف صبحي بيطالب الجميع بالاستعداد القوي والجاد لحسم هذه المباراة هنا في القاهرة حتى يكون هناك أريحية في مباراة العودة يوم 29 في السنغال. كمان دكتور أشرف صبحي أكد على الدعم الكامل لكل أعضاء الجهاز الفني وأيضا منتخب مصر، وكلنا خلف المنتخب، كلنا بنشجع وبندعم منتخب مصر حتى نحقق الهدف والوصول لكأس العالم 2022 بقطر. على الجانب الآخر أيضا كان هناك تواصل أيضا مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي أكد من خلال الدكتور أشرف الاستعداد التام والكامل لدعم المنتخب، وكمان أكد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجهاز الفني وتوفير الظروف الملائمة والبيئة المناسبة حتى يكون هناك أداء راقي ورائع يعبر عن قوة منتخب مصر وأحقيته في الصعود لكأس العالم إن شاء الله، وده اللي كلنا بنتمناه. جميل، هل تم الاتفاق على موعد عقد أو تنظيم معسكر منتخب مصر؟ والله كل هذه الأمور، يعني خلينا أقول لك أن الاجتماع يعني هو كان النهاردة في اجتماع، وأكيد في القريب العاجل هيكون في متابعة مستمرة من الدكتور أشرف صبحي مع جميع أطراف المنظومة حتى يعني يكون هناك يوم 25 استعداد كامل لكل عناصر المنظومة خصوصا منتخب مصر وكمان اللاعبين وجاهزيتهم حتى إن شاء الله نقدر نحقق هدفنا ونفوز بالمباراة. خليني برضه أقول لك ونوضح للسادة المشاهدين كمان إن الدكتور أشرف صبحي بيتواصل أيضا مع الأطراف الأخرى المعنية بتنظيم المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسمه وسمعة مصر. جميل جدا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.